أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض وإياكم أبرز ما جاء في الصحف المحلية والدولية والعربية والمحلية. أهلا بكم. البداية من صحيفة المدى، تتحدث الصحيفة عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي قد تواجه العراق قريبا، مشيرة إلى احتمالية تكرار سيناريو الأزمة المالية لعام 2020. الباحث في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي أوضح أن العراق يعتمد بشكل أساس على إيرادات النفط، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. ومع انخفاض حصة العراق الإنتاجية من النفط إلى 3,850,000 من براميل النفط يوميا، وتزايد الإنفاق العام بنسبة 41% عن العام الماضي، يبدو أن هناك مصاعب اقتصادية جمة تلوح في الأفق. وأشار المرسوم إلى أن الرواتب التي تستهلك 90 تريليون دينار عراقي شهريا تدار بشكل أساس لأسباب سياسية وليس اقتصادية، كما أن هذا الإنفاق الهائل قد يؤدي إلى عجز مالي متزايد دون تخطيط واضح. العراق مقبل على مصاعب مالية كبيرة في ظل انخفاض أسعار النفط، فيما أشار إلى أن التداعيات ستكون سلبية على اقتصاد العراق، لا سيما مع تخفيض حصة العراق الإنتاجية من أوبك. فحصة العراق الإنتاجية من النفط انخفضت من 4 ملايين إلى 3,850,000 برميل، والصادرات ستنخفض كذلك، وهناك غياب للترشيد المالي من قبل وزارة المالية، والإنفاق العام كبير جدا، مبينا أن معدل نمو الإنفاق العام خلال النصف الأول من السنة الحالية أكبر ب 41% من الإنفاق العام الفترة ذاتها من العام السابق. ومضى الباحث بالشأن الاقتصادي بالقول إن فقرة تعويض الرواتب التي تصل إلى 90 تريليون دينار شهريا مرتبطة بأسباب سياسية وليست اقتصادية، مشيرا إلى أن هناك عجزا فعليا بدون تخطيط. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على النفط العراقي بشكل خاص عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك رفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023، عندما تم تعيين أكثر من 500,000 موظف جديد في القطاع العام المتخم بالفعل، وبدأت عملية تحديث للبنية التحتية على مستوى البلاد تتطلب أموالا ضخمة. من ناحية أخرى، تناول الصحيفة طريق الشعب قضية العجز الحكومي عن ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية مع استمرار انخفاض أسعار النفط، حيث تتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها البلاد. ويبدو أن الإنفاق التشغيلي الهائل الذي يشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين يجعل من الصعب للغاية ضبط الموازنة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية القادمة. وأضافت الصحيفة أن الحكومة قد تلجأ إلى إيقاف الإنفاق الاستثماري، وهو ما سيؤثر سلبا على فرص العمل وتطوير الاقتصاد المحلي العراقي. تتعرض الموازنة العامة للدولة لضغوط متزايدة نتيجة زيادة الإنفاق غير المبرر وتراجع أسعار النفط، وهو المصدر الرئيس للإيرادات، ما يهدد الاستقرار المالي للبلاد. وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح إن العراق سيواجه أزمة في موازنة عام 2025 نتيجة لتراجع أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لموازنة البلاد. إن ملامح الأزمة الاقتصادية في العراق مستمرة، والسبب الرئيس هو التوسع في الإنفاق التشغيلي الذي استحوذ على موازنة 2023 على أكثر من 196 تريليون دينار، بما يعادل تقريبا 163 مليار دولار. من الصعب جدا ضبط الإنفاق، لأن هناك نفقات حاكمة تصل إلى 145 تريليون دينار، وتمثل رواتب وأجور الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، ومن الصعب جدا التلاعب بها، خصوصا وأن العام القادم هو عام انتخابات برلمانية جديدة، وعليه
فإن الحكومة إذا ما واجهت أي أزمة ستتجه إلى إيقاف الإنفاق الاستثماري الذي يفترض أن يكون المحرك الأساس للاقتصاد العراقي، وبالتالي سيتوقف استحداث فرص العمل وإمكانية تطوير الإنتاج وتعويض الاستيراد الذي يشكل عبئا على الموازنة العامة. وفي سياق آخر، تناول الصحيفة صوت العراق موضوع معاناة دور النشر العراقية في معرض بغداد الدولي للكتاب. رغم أهمية القراءة، إلا أن دور النشر العراقية تواجه صعوبات كبيرة، مثل ارتفاع تكلفة المشاركة في المعرض وقلة الدعم الحكومي، حيث تفضل الجماهير اقتناء الكتب من دور نشر عربية على حساب الدور المحلي. أحد أصحاب دور النشر أشار إلى أن الجمهور العراقي يميل كثيرا لشراء الكتب لأغراض التباهي أو الديكور دون اهتمام فعلي بالمحتوى، وأكد أن هناك حاجة ماسة للتعاون بين دور النشر والحكومة والجمهور للنهوض بالواقع الثقافي العراقي في ظل إعلام يهرف بما لا يعرفه. التقيت مع أحد أصحاب دور النشر العراقي المشاركة في معرض بغداد في دورته الحالية، وسألته عن العائد المادي والفائدة من مشاركة داره في هذا المعرض، فكانت الإجابة صادمة جدا، تلخصت في عدة نقاط. أغلب الحضور يأتي للفرجة والتقاط الصور ولا علاقة له بالكتاب، ويتم شراء نفس الكتب لا سيما الدينية منها من الدور العربية دون العراقية، على الرغم من وجود دور رصينة وذات طبعات جديدة جيدة جدا تضاهي الطبعات العربية من حيث الشكل والمضمون. لماذا؟ إيجار أرضية المعرض كبير جدا مقارنة بالمردود المادي من بيع الكتب، ولا يوجد دعم للدور العراقية من قبل الجهات المنظمة ولو بخصم بسيط. زيارة المسؤولين العراقيين لدور النشر العربية، وتكاد تكون زيارتهم لدور النشر العراقية معدومة، يعني حتى الدعم المعنوي لا يوجد. والسؤال هنا، أين الخلل؟ هل في أصحاب دور النشر، أم بوعي الجمهور، أم بعدم الدعم من قبل المسؤول؟ إلى عربي 21، ومقال الحرب الغربية على الشعب الفلسطيني والتنكر لحق المقاومة للكاتب حسن أبو هنية في عربي 21. يتناول أبو هنية الازدواجية في المعايير التي تتبناها الدول الغربية في التعامل مع الصراعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقاومة الفلسطينية الفذة ضد الاحتلال الإسرائيلي. يشير الكاتب هنا إلى أن الغرب الذي يدعم المقاومة الأوكرانية ضد روسيا ويعتبرها مشروعة، يجرم في نفس الوقت المقاومة الفلسطينية ويصفها بالإرهاب، متجاهلا السياق الاستعماري والاحتلال الإسرائيلي. تبدأ المقالة بالإشارة إلى القيم المشتركة التي تجمع بين الدول الغربية وإسرائيل، والتي تقوم على الاستعمار والعنصرية، وهو ما يفسر تماما دعم الغرب المستمر لإسرائيل في عملياته البربرية ضد الفلسطينيين. الكاتب هنا يوضح جليا كيف أن الدول الغربية لا تقتصر فقط على الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، بل تشارك كذلك في تزييف الحقائق عبر منح إسرائيل حق الدفاع عن النفس وتجريم المقاومة الفلسطينية الفذة. حرب الإبادة الجماعية التي تشنها المستعمرة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تتم بمشاركة غربية إمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقد كشفت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي عن عمق العلاقات والقيم المشتركة بين الإمبريالية الغربية والاستعمارية الإسرائيلية. فقد أنشئت إسرائيل كقاعدة إمبريالية غربية لضمان سيطرة الدول الغربية على العالم العربي. فالصلة بين الدول الغربية والمستعمرة الإسرائيلية تتأسس على قيم ذاتية مشتركة وكينونة مسكونة بالغزو والإبادة والكراهية والاستعمار الاستيطاني والعنصرية والتفوقية البيضاء والإبادة الجماعية.
فمنذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى شاركت الدول الغربية في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها المستعمرة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. ولم تقتصر المشاركة الغربية على الإمدادات العسكرية والمساعدات المالية والتغطية السياسية والقانونية والإعلامية، بل عمدت إلى تزييف الحقائق وتحريف الوقائع من خلال إصباغ الشرعية على الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ومنحه حق الدفاع عن النفس ونزع الشرعية عن مقاومة الشعب الفلسطيني وتجريمه وإدانته ووصفه بالإرهاب، في تنكر صريح لكافة القيم والمبادئ الإنسانية الأخلاقية والسياسية التي يدعي الغرب تأسيسها وتبنيها. نذهب إلى تقرير نيوز 3 يتناول خطة الرئيس الأوكراني زيلينسكي السرية التي تهدف إلى ضرب العمق الروسي باستخدام صواريخ بعيدة المدى. بحسب التقرير، يعتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووسائل الإعلام البريطانية أن الغرب قد أزال القيود المفروضة على القوات الأوكرانية لاستخدام الأسلحة لضرب عمق الأراضي الروسية. وأكد لافروف أن دول حلف الناتو تدعم الجيش الأوكراني بشكل مباشر مستمر، بما في ذلك تقديم أسلحة بعيدة المدى وبيانات استخباراتية لضرب الأهداف الروسية. التقرير هنا أشار إلى أن أوكرانيا قد حصلت على إذن لاستخدام صواريخ مثل ستورم شادو البريطانية وأتكامز الأمريكية لضرب مناطق داخل العمق الروسي، وتشمل الأهداف المحتملة المدن المدنية والبنية التحتية الحيوية مثل مصافي النفط ومقرات القوات الروسية. أوضح الموقع أن صحيفة الجارديان البريطانية أفادت في وقت سابق استنادا إلى مصادرها بأن لندن قد سمحت لكييف بشن هجمات باستخدام صواريخ ستورم شادو على عمق الأراضي الروسية. وبيّن الموقع أن مصادر الصحيفة أشارت إلى أن كييف حصلت أيضاً على إذن لشن هجمات على المناطق الروسية باستخدام صواريخ أتكامز الأمريكية. وأكد الموقع أن النقاشات في الغرب حول إمدادات إيران لروسيا بصواريخ باليستية قصيرة المدى من نوع فاتح 360 كانت السبب وراء هذا القرار. وبيّن الموقع أن المحلل السياسي الأمريكي مالك دوداكوف قال في حديثه مع نيوزري إنه في حال حصلت القوات المسلحة الأوكرانية على إذن باستخدام صواريخ أتاكامز لضرب العمق الروسي، فإن معظم الأهداف العسكرية ستظل غير متاحة لهم، وبالتالي فقد تستخدم كييف هذه الصواريخ لضرب المدن المدنية وكذلك البنية التحتية الروسية للطاقة بما في ذلك مصافي النفط. وأوضح الموقع أن السيناتور ديمتري روغوزين ممثل منطقة زاباروجيا صرح لموقع نيوزري بأنه في حال تعرضت المناطق الروسية لهجمات بصواريخ أتاكامز وستورم شادو فإن الحرب ستأخذ منحا جديد. أحداث الحلقة متواصلة بعد الكاريكاتير. أهلا بكم من جديد. يواصل بركان ميرابي بجزيرة جاوة الإندونيسية إطلاق سحب غازية ساخنة وحمما بركانية نتيجة للنشاط البركاني المستمر فيه منذ أواخر العام الماضي بشكل متقطع. ويعتبر ميرابي البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا، ويقع على ارتفاع 2968 مترا فوق سطح البحر، ويمكن رصد السحب الغازية والحمم المنطلقة منه من قرية
تورغو وتحت تأثير الأمطار الموسمية، حيث تحركت صخور وأتربة متراكمة عدة نتيجة ثوران بركان ميرابي المعروف في أوقات سابقة، ما تسبب بفقدان العديد من الأرواح. وثار بركان ميرابي هذا الواقع غرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا في 3 ديسمبر كانون الأول 2023، كما أثار مرات عدة بعد الثوران المذكور، وثار عدة مرات، وحظرت السلطات اقتراب سكان المنطقة أو مارست الأنشطة على مسافة 4 كيلومترات ونصف الكيلومتر من مركز الثوران. وشهد بركان ميرابي هذا عام 2010 انفجارا ضخما أودى بحياة 347 شخصا. وتقع إندونيسيا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بحزام النار حول المحيط الهادئ، ويوجد فيها نحو 130 بركانا نشطا آخر. لنتابع فيديو اليوم. التي عرضت والPOC أو التطبيقات التي عرضت كانت تقع تحت الأولويات الوطنية مثل الصحة والاستدامة وكذلك اقتصاديات المستقبل. ولله الحمد استعرضنا أيضا براءة اختراع اللي هي طفاية الحريق أو الروبوت فاير فايتر. والروبوت كان مبني بناء على أساس نظام ملاحة من تطوير مركز أبحاث الروبوتات الذكية في كلية علوم الحاسب والمعلومات. أيضاً كان عندنا مشاركة من مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي مع روبوت اللي هو اللي يقدم الضيافة، يقدم القهوة. وأيضاً كان عندنا مشاركات متعددة مثل روبوت بيبر، وهذا الروبوت يمكنه التحدث بأي لغة مع أي شخص في وفي أي موضوع في مع الزوار. إلى اللقاء.